مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يستقبل هذه الأسماء والشعارات القوية الحاضرة بالانطلاق الجميل بشوطنا الثامن مخصص لفئة الجعدان. أبدأ مباشرة مع علي السعيد بن سالم بن سعيد بن غدير الكتبي، يقدم لنا علي على المركز الأول. المركز الثاني يأتينا بن متعب مع فجاجة، متعب بن سالم بن راشد بن عامري الكتبي. المركز الثالث ياتينا ويتقدم مغامر، مبارك بن الصغير بن مرخان الكتبي يقدم لنا مغامر. والمركز الرابع القادم الفارس احمد بن عبد الله بن رفيعه، وايضا الواصل سند الحمدان بن محمد بن عتيج. المقعود الفلاسي يقدم لنا سند والاسامي قاتمه، ولكن البدايه مع المركز الاول معك يا فجاج، يا فجاج. متعب بن سالم بن راشد بالعامري الكتبي يتقدم مع فجاجة، ولكن المقعود قادم على المركز الثاني، يقدم لنا سند. وسعيد بن سالم هنا قادم بن غدير الكتبي، ولكن لمن الفوز والانتصار؟ الفوز والانتصار ما بين ولكن المقعودي وبن متعب وبن غدير، ولكن المقعودي هنا يتقدم حمدان بن محمد المقعود الفلاسي. سلامي سلام، سلامي يا كينج الهباب، سلامي يا المقعودي، سلامي يا حمدان، يا بن محمد يا المقعود الفلاسي. مشكور يا ابو مايد، مشكور يا محمد يا بن عتيج يا المقعود الفلاسي. يبقى السلام على أرضية هذا الميدان من الهباب الى الهباب. بالفعل المركز الثاني فجاج متعب بن سالم بن راشد الكتبي، المركز الثالث سعيد بن سالم بن غدي، المركز الرابع لاحمد بن عبد الله بن رفيع. التوقيت 2:11 تاني للحمدان بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي، من اكد مع سند هذا الفوز والانتصار. والثانيه موصوله لابو مايد محمد بن عتيج المقعود الفلاسي، من قدم مع المركز الاول. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.